على ملعب صيدا البلدي كان النجم عم يواصل عروضه القوية بقيادة الألماني ثيو بوكير بعد ما اكتسح المباراة 7-1 أمام جمهور النجم الحاضر على المدرجات. نتيجة اللقاء بتعكس مضمونه يلي كان من طرف واحد، خاصة بعد ما دخل النجم المباراة بقوة وتمكن حسن المحمد من افتتاح التسجيل من تسديدة جميلة سكنت المقص الأيسر لمرمى محمد شكر. وبالدقيقة 21 أضاف المحمد هدف الثاني بعد ما استغل خطأ من مدافعي المباراة وأطلق كرة صاروخية بقلب المرمى. حسن المحمد عاد مجددا ليضيف الهدف الثالث لفريقه بتسديدة أرضية بالزاوية اليسرى الضيقة لحارس المباراة السوري علاء بيضون، قلص النتيجة 1-3 بتسجيله هدف المباراة الوحيد بهالمباراة من ركل الجزاء على يمينه لنزيه أسعد. بالشوط الثاني وصل المحمد ممارسة هويته بهز الشباك بعد ما تابع بسهولة كرة مرتدة من الحارس محمد شكر يلي أساء تقدير تسديدة عباس عطوي البعيدة. وبالدقيقة 64 كان حسن محمد عم يبصم على خماسية شخصية تاريخية ويسجل الهدف الخامس لفريقه من تسديدة أرضية من داخل المنطقة بالزاوية اليسرى لمرمى المباراة. وبالدقائق الأخيرة من المباراة كان النجم عم يواصل سيطرته المطلقة على أجواء المباراة ونجح البديل إبراهيم محصون بإضافة الهدف السادس بتسديدة بالزاوية اليمنى بعد عرضية البديل الآخر علي حمام. وبالدقيقة الثانية من وقت المحتسب بدل ضايع من المباراة اختتم خالد تكجي المهرجان التهديف للنجمة بتسجيله الهدف السابع ليوجه الفريق النبيذي رسالة قوية لفرق الصدارة ويأكد أنه رح يكون منافس شرس على اللقب.